هشام 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 واحد هشام اللهم بارك. انا دابا تنحاول نعتمد هيا لا ماشين اللي تيخدم بها هاي شو كيفاش دايره ديري لي هاد جوج روايد هنا باش تعاون صباح الخير الشباب تنتمنى كاملين تكونوا بخير نهار جديد من رحلتنا الافريقيه البارح بت في هذا الفيلاج هذا اللي سميتو ديكس جي بعيد تقريبا بشي 75 كيلومتر على سان لوي دابا نجمع الخيمه ديالتي ان شاء الله ونتحرك بالنسبه لهذه القريه هذه فالبارح جيت وقيت نهضر معاهم بالولوف وجاتهم في شي شكل ولكن هما ما تيهضروش بالولوف وما تيهضروا بلغه اخرى اللي هي البولار البولار باش تعرفوا بانه في السنغال كاينين بزاف تاع اللغات كاينه الولوف اللي هي اغلبيه الناس يتكلموا بها وكاينه تاع البولار البولار تيتكلموا بها هنا في السنغال وتيتكلموها فيها في الجنوب تاع موريتانيا وكاينه حتى في مالي وفي دول اخرى من بعد غادي نحاول انني نكتشفهم ان شاء الله دابا نجمعوا الخيمه ديالتنا ونتحركوا ان شاء الله باتجاه سان لوي فهاد البلاصه هادي فين حطيت الخيمه البارح لان البارح كان الليل وما زعمتش انني نتحرك بالليل الحديد هنا تيمشي بواحد السرعه اللي رهيبه اللهم من الاحسن تبات ومع الصباح يعني ان شاء الله يعني نتحرك هانتوما الماعز تيدور حدانا يدور حدا الموتور حتى البقراتي البقرة ما خلانيش الناس سيرتو فاش وصلت ديك الخمسة الصباح كلشي تيغوت بونجو صافا هلا غوفا يا بسم الله توكلنا على الله تحركوا دابا ان شاء الله باتجاه سان لوي غادروا هاد الناس هادو غوفا السلام عليكم صراحة دازت واحد الليلة اللي زوانة ممكن نقولوا تعرفت بشكل كبير على الثقافة السنغالية وكيفاش تعيشوا خصوصا قبائل القلاع من بعد غادي نعطيكم واحد النبدة على هاد اللغة القلاع ونحكي لكم عليها السلام عليكم فالبارح ملي وصلت نيد عندهم بقينا تنهضروا مجمعين قال لي كابغي يطيبوا العشاء قلت لهم انا راه نطيب العشاء ندير واحد سباكيتي قال لك هما لا ميمكنش حنا قال لك دايرين كسكس انت تضيف عندنا ما دير والو وانا نقول لهم واعطي ما ندير والو ولكن هاكو خليو عندكم هاد السباكيتي هذا نبارطاجيو الماكله ديالنا مع بعضياتنا صافي ولينا تعشينا جاو عندي شي دراري خرجت عندهم شي 12 دري ولا 13 ولاد الدوار تقريبا كلهم تيهضروا بالبولار كاينين شي 4 فيهم ولا 3 ولا 4 اللي تيهضروا شويه بالفرنسي هنا باش تعرفوا كاين واحد الاعتقاد خاطئ بانه كاين اللي تيقول بان راه السنغال كلشي تيهضر بالفرنسي هو في الحقيقه راه لا كاين على حسب القبائل هادو طلبوا حتى ديك الوروف ما تيفهموهاش بزاف هي شي حاجه فيها قليله بقاو مجمعين معايا عندهم شي اعتقادات شي شكل على المغرب كاين كاع واحد البنت هذاك الراجل الكبير صحابها واش المغرب ما كاينش في القاره الافريقيه قلت لها راه حنا غير معاكم في الشمال لان الاغلبيه تاع الدول كاينين بزاف الناس يعتقدوا عندهم افكار في شي شكل على المغرب بان راه ممكن المغرب دوله اوروبيه ولا شي حاجه وهذا هو الدور ديالنا هو اننا ننصحوا هذوك المغالطات ننصحوا المعلومات هي صراحه ماشي مغالطات بقدر ما هي معلومات خاطئه ودابا نحاول نعطي شي معلومات مقتضبه على هاد لغه البولار فهاد لغه البولار هي ثاني لغه
في 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 في, في سنغال من بعد الولوف تيتكلموا بها تقريبا 22% من سكان ديال سنغال، وهذا راه عدد اللي كبير بزاف، وهي راه كاينين الناس يتكلموا بها كيف قلت في موريتانيا، في مالي، في غامبيا، في غينيا، كاينين بزاف ديال المناطق تيتكلموا بهذه اللغه هذه. والعرق اللي تابع لهذه اللغه هذه هو الادلام، كيتسمى الادلام، وحتى الحروف الهجائيه ديالها تتسمى بالادلام نفس السميه، وتكتبوها حتى بالحروف اللاتينيه. هادو غير بعض المقتضبات على هذه اللغه هذه. شديت البارح شي كلمات ولكن عقلتش عليهم بزاف، هي شي شويه في النطق صعيبه واحد شويه على الولوف، ولا غير باقي انا ما تعودتش عليها هذا ما كان، ولكن مزيان انك تعلم ليها. كاينه واحد البولار اخرى ولكن كاينه لداخل في افريقيا، كاينه في النواحي ديال في افريقيا الوسطى، وحنا ان شاء الله الا وصلنا لتماك راه غادي نتعلموا ليها حتى هي، علاش لا. نديروا شي شويه ديال ليسونس، هنا ليسونس دير ب 990 فرون اللي بحال قلتي شي 16 درهم ونص، عندهم شويه ليسونس غالي. اما ليسونس ديال موريتانيا اش كيدير هاد ليسونس ديال موريتانيا؟ شوف هنا كيبقى فيه هذاك التخت، شتيها هو التخت سي موسخ، عندهم ليسونس هادو تا هما واخا هاك ما عندهمش شي كاليتي لي تا كنت درتو شي ايامات في الفيديو. 1500 حيت ليسونس في المغرب باش تديرو في البيدو تيبان لك صافي ونقي، هنا شي شويه موسخ، وهذاك شي تيكون خايب شي شويه على الكاربيراتور، خاصك ضروري تدوز واحد الموجه وتنقيها. السلام عليكم. فيلاج سميتو على ما اعتقد روسو جوت على ما اعتقد، هذا هو الصح احسن. السلام عليكم. صافا صافا بيان. دخمن مبورو افيك اوف اومليت. اومليت جرادي دخمن كافي توبا. Il y a des Sénégalais qui préparent café Touba au Maroc. C'est bon. C'est très bon. Essayez de visiter la ville de Touba, Inch'Allah. Tu voulais partir à Touba? Inch'Allah, d'accord. Depuis quand? Deux jours ou bien trois jours. Tu vas revenir? Inch'Allah. قد جينا واحد دكا ديال اتاي، هو ضروري من اتاي مغربي فين ما مشى يشرب اتاي. بالنسبه لهنا للسنغال عندهم واحد القضيه سخون، هذه الزيت تاع سخون بلاتي ندير الكمامة هكا ونكب بهم. بالنسبه للسنغال ما عندهمش هذه الاتاي اللي دارج، عندهم بشكل كبير هذيك القهوه اللي تقول لها كافي توبا، هي اللي ضروري تشربوها، ماشي تشربوها في الصباح ولكن تشربوها النهار كامل،
وما عندهم القهوه شي حاجه اللي اساسيه. كاينين بعض البلايص بحال مثلا هذوك الناس اللي بت عندهم البارح، هذوك القبائل ديال الفولار، هذوك عندهم اتاي بحال الشكل ديال، لانهم جاوا في الجنوب ديال السنغال وقرب لموريتانيا، حتى هما عندهم اتاي. حيت البارح فاش جا عندي هذاك الدري قال لي اجي تقعد معنا شي شويه، قال لي كاجي نشربوا اتاي. صافي بقينا حتى هما عندهم هذوك الطقوس ديال اتاي، تيبقى يكب ويشقلب ويكب ويشقلب ويكب ويشقلب ويكب ويشقلب. بحال شكل حتى الموريتانيين حتى هما تيقعدوا، ولكن صراحه طلع تيطلع اتاي زوين، ماشي مثلا بحال هذا اتاي هذا اللي تنجلي انا ايه سلم عليه زرب عليه. ولكن انت تابعك الطريق واش بيجي تقعد ساعه وبيجي تقعد فاير اتاي ما جاتش. وهاد الكاسكروت اللي قدت لينا هاد السيده هادي عندهم او هذا البيض مقلي، البيض مقلي قالت لي واش ندير لك المايونيز ودوك لي صوص وداك الشيء، قلت لها ما ديري لي والو يا البيض الله يجعل البركه. بسم الله. هنا في السنغال واحد الحاجه اللي مزيانه هو الكونيكسيون، عندهم ناضيه وحتى الثمن ديالها رخيص. بحال البارح وقع لي نيت واحد الطريفه مع واحد الدري داك اللي تيبيع هذوك لي كارت سيم، دابا انا عقلت عليه من العام اللي فات، هو يجي وكان هي واقفه وانا نقول لي واش انت سميتك عبد الله، ويجي راه تخي قال لي راه تعرفني، قلت له هي تعرفك، قلت لي انت اللي العام اللي فات درتي لي لاكارت. صافي ولا دار لي لاكارت 1000 فرون بحال قلتي شي 16 درهم ونص، وفيها 4 جيجا وفيها المكالمات، وعرفتي 3 تسويع ولا 4 تسويع ديال المكالمات، وهادشي كامل ب 16 درهم ونص. يعني راه رخيصه بزاف، راه داك العام انا كنت لاحظتها هنا الكونيكسيون شويه رخيصه في بعدا في السنغال، من بعد الله اعلم. ومزيانه تتمشي كاع لشي بلايص هي في الخلاء وتتلقى الكارت جي طالعه. السنغال تطورت بشكل كبير بزاف من ناحيه البنيه التحتيه. عمر قروضه خارجين فيهم شي حاجه باش نجيبوهم عندنا. هاكم عندي واحد الخبز راه شوف، نعطيهم هذا الخبز هذا باش يجيو عندنا. باش يجيو هادو تيخافو من الناس، ماشي بحال هذاك الشكل اللي كاين عندنا مثلا حنا في ازرو، هادوك اللي في ازرو ما تيخافوش. هاد الكشكش انا ما عاد كاع منين دبرت عليها، اش راه كثار راه ماشي شو كثار بزاف، راه مرام ما تيجري. ديري ليهم واحد السياج ولكن القروضه ما يحبسهم هذاك السياج. ماشيو ماما ماما يا بسم الله على بركة الله. هذه هي الدخلة ديال مدينة سان لوي، كيف تشوفوا تماك في الصورة هذاك هو أحمد مباب ولا احمد مبا، هذا هو مؤسس الطريقه الموريدي يعني الموريديه، هي واحده من المذاهب الصوفيه اللي سائده بشكل كبير هنا في السنغال، الاضافه التيجانيه والقادريه الى غير البوتيشيه الى غير ذلك، ولكن هنا كاينه بزاف التيجانيه وهاد الموريديه ولا الموريديزم. فدخلنا لمدينه سلوي، سلوي ولا سلويس، ولكن هو في الاغلب وعلى الارجح غادي تكون سان لويس. كاين هذا المشكل هذا في الفرنسيه ديال لا برونونسياسيون دي كونسون ولا نطق ولا لفظ الحروف الساكنه، فبعض المرات تيتنطقوا بعض المرات ما تيتنطقوش،
ولكن في هذه الحاله هذه في الغالب غادي تنطق لنا كاينه واحد القاعده تيقول لك بان الا كان قبل منه واحد الفويل ممكن اننا ننطقوه. يعني سان لويس وسان راه ممكن هذا شي قيس ولا شي بابا وتسمات على سميتو هذا المدينه هذه، لان كان حتى المسيحيه رايجه بشكل كبير هنا في السنغال، وهي راه موجوده في العالم كامل هاد سان هادي. كاينه سان تيتيان، سان بيترسبورغ، وكاينه في بلايص كثيره بحال حنا عندنا في المغرب، ممكن ديك سيدي شي حاجه بحال هكا. فمدينه سان لويس تعتبر وحده من اكبر المدن في السنغال، الى ما قلناش هي الثانيه من ناحيه عدد السكان وحتى المساحه، وهي مقسمه على جوج، فيها واحد الجزء اللي احنا دايزين منه، وكاين جزء ثاني، جزء ثاني داخل وسط البحر، دير كي بحال شي جزيره تدوز ليها عبر واحد القنطره. ها يقدروا الى بقى لنا شي شويه الوقت ندوزوا للجهه الاخرى، وهذيك الجهه الاخرى هي تعتبر المنطقه السياحيه لهذه المدينه هذه، وهنا المنطقه الشعبيه. دابا هاد البلاصه هذه اللي دخلنا عليها هذا سوق شعبي، كاين في القلب ديال سان لوي، هو اللي تيفصل ما بين المنطقة الشعبية وما بين المنطقة السياحية، وراه فيه واحد الزحام، غادي فيه واحد الزحام، اللهم بارك. أنا دابا تنحاول نعتمدي على داكشي اللي باقي عاقل عليه، على الذاكرة ديالتي، إلا نفعتني الذاكرة ديالتي باش نمشي مباشرة هذاك الجسر. واحد المسألة مهمة بالنسبه لهنا في السنغال، تيستعملوا بشكل كبير هذوك لي زابليكاسيون ديال تحويل المال. المهم كاينين بزاف، ما بغيتش نذكر السميات، كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون تيستعملوهم هادو. تيمشي مثلا السنغالي عند مول الحانوت ما تيعطيه لا فلوس لا والو، صافي تيصيفطو غير بالارقام ديال التليفون باش يصيفطو الفلوس. هذا الشيء راجع لواحد السبب اخر ممكن نشرحه لكم من بعد، اللي متعلق بالعمله، لان كيف تتعرفوا العمله اللي كاينه هنا هي صفه، فرانك صفه، والفرانك صفه ماشي ديال السنغال بوحده ولكن ديال مجموعه غرب افريقيا كامله، 15 البلاد اللي عندها هذاك الفرانك صفه. وهذا الفرانك صفه هذا من الاشكاليات اللي كاينين ليه، داكشي علاش انتفضت النيجر وبوركينا فاسو والتمالي على هذاك على هذه العمله هذه، ولا على الاستغلال ديال فرنسا ليهم. لان هاد العمله هادي الوراق ديالها تيجيو من فرنسا، وكاينه دار سكه وحده على ما اعتقد كاينه في الكوت ديفوار، وفرنسا اللي عندها الحق انها تعطيهم الكميه اللي ممكن انهم يصرفوا من هاد من هاد من هاد العمله هادي، وهذا شي شويه خايب، يعني تيتحكم لك في الاقتصاد ديال البلاد ديالك. بالاضافه لحاجه اخرى، وانه هاد العمله ما يمكن لك تصرفها الا بالاورو، ما عندكش شي حل اخر الا بالاورو باش تصرفها، بالدولار ما مقبولاش، يعني باش تبقى ديما هي هذيك العمله مرتبطه بالاورو و بالاوغيه، لان الاوغيه كاين واحد التعامل مباشر بين موريتانيا وبين السنغال. هذه هي القنطره اللي تتعبر هذا في الحقيقه راه بحر، البحر جاي داخل هذه البلاصه هذه، وحيط هذه المنطقه هذه دايره بحال شكل شي جزيره، وهي راه جزيرة في الحقيقة، وزوان فيها المنظر بزاف. النظر فيها زوين. بالنسبة للجو في السنغال كاينه شي شوية الرطوبة، وفاش تكون غادي في الموتور راه هانية ما كاينش المشكل، ولكن اون فوا تتوقف تتحس بواحد الحرارة خيالية. البارحة راه بدلت هذوك الحوايج كاملين لان كلهم عرقوا، الدري تيشوف فيا تيقول هاد خونا هذا مالو مع من تيهضر، حنا انا عارف مع من تنهضر. هادو هما الطاكسيات عندهم هذاك الشكل ديال ميريكان، وها انتم شوفوا هذا حتى هو راه داير هذاك المريد ديالهم، كلهم تيديروا هذاك المريد ديالهم التصويره ديالتهم، عزيز عليهم بزاف. البارح نيت هذوك الدراري باش بقيت نهضر معاهم، هما يهضروا عليا عليه،
وسمعني واحد الاوديو بالولوف، قال لي الا تفهم شويه الولوف، قال لي هاك سمع، قال لي ما عندناش بالبولار ليتي هذا. صراحه الله فهمت شي حاجه وشي حاجه ما فهمتهاش، لان هذاك اللي كان تيهضر تيهضر بواحد الصيغه وتيدخل شويه المصطلحات بالعربيه، فهمت شي شويه ماشي بزاف، ولكن عزيز عليهم بزاف وتيقدسوا هذاك المكان توبة، تيقدسوه بشكل كبير، تيعتبروه هما كيقول لك بيغيليناج، يعني بحال شكل الحج. هذاك واحد الدري نيت من هادوك، قلت ليه واش ما مشيتيش لتما، قال لك لا، قال لك تنكبر واحد شويه، قال لك عاد نمشي. قلت ليه علاش، قال لك راه حتى تولي بعدا اجي شويه، بحال ديك الفكره اللي عند الناس انهم بيمشيو ولا بيمشيو لمكه، هما راه تيعتبروها قريبه شويه، نفس ماشي نفس المرتبه، ولكن كاين اختلاف في المرتبه، ولكن بالنسبه لهم هما من الاشياء الضروريه اللي يديرها السنغالي في حياته هو انه يمشي هذاك، يمشي لهذاك الحج، حيت يقول لك هذاك السيد عنده شي علاقه مع الرسول عليه الصلاه والسلام. انا من بعد غنحاول نبحث مزيان باش نعطيكم المعلومات بشكل دقيق، باش ما نقول شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. هانتوما كيف تشوفوا هذه هي المدينه، وراه كاينه عاوتاني واحد القنطره اخرى تدوز لجهه اخرى عاوتاني. شدينا هاد القهوه هادي كافي توبا، وجلست قدام هذا المنيظر ديال البحر، هذا البحر اللي جا وسط المدينه، وسط جوج اليابسات. هاد كافي توبا اون فوا غادي تجي للسنغال الا فاتي تجيتي ليها، واخا ما يكونش عندك مع القهوه، غادي تولي تبغي القهوه. والله ناضيه، فيها واحد المذاق رائع. هادي دايره بشي 50 فرانك، بحال قلتي شي 16 ريال ولا 18 ريال، يعني ما كايناش درهم، كايناش 16 ريال. شوف واحد المنظر كيفاش داير، واخا هنا كاين شي شويه تاع الوسخ حدا رجلينا، ولكن في الحياه اون جينيرال ما خصكش تشوف كاع حدا رجليك، ديما خاصك تحاول تشوف في الافق بعيد، باش الا بغيتي تمشي بعيد، اما الا بقيتي تشوف حدا رجليك راه يقدر تطيح. هذا راه هو الجسر، راه كبير الجسر، ماشي زعما شي جسر صغير، تقريبا غتكون فيه شي قريبا لشي كيلومتر هكا، كل كيلومتر 200، كبير بزاف، وتا تيريزيستي الحديد الكبير. انا ما نقولش بزاف في مدينة سان لويس، غندوز فيها غير واحد شويه غير يتسرح ليا الموطور ونعاود نتحرك. صراحه المدن الكبار ما تتكونش فيهم بزاف اليز، اما الحقيقه البلايص اللي خصك تمشي ليهم هما الخلاء والغابات، وما فين تتشوف دوك القرى الصغيره تماك، فين تتشوف يعني الانسان السنغالي الحقيقي ولا الانسان الافريقي بصفه عامه. راه حتى في المغرب الا بغيتي تستمتع بشكل كبير اطلع للجبال الاطلس ولا سير للصحراء، شي بلايص يعني اللي غابرين الا بغيتي تستمتع وتكتشف الناس، ممكن نقولوا داك اللي يسمى المغرب العميق. يعني حنا تنمشيو لاعماق افريقيا، ولكن درت في هذيك لافيش ديك البوستير درت فيها اعماق افريقيا، وراه شي تنقصد بها انا اعماق افريقيا، يعني لي فيلاج والسكان الاصليين اللي حتى مثلا الفرنسيه ما كلات معاهم والو، لان مثلا هذاك الفيلاج اللي بت فيه البارح الناس الكبار والدراري الصغار اغلبيتهم ما تعرفوش الفرنسي نهائيا، وكاينين غير الدراري اللي قراوها في المدرسه ما تلقاهم تعرفوا شي شويه، حتى ما كذبش عليكم بعض المرات ما تنقدرش نفرز اش بيقول، لان عندهم واحد البرونونسياسيون مختلفه واحد شويه، انا متعودين على هذيك البرونونسياسيون ديال الفرنسيين، جينا شويه صعيبه هذيك، وتا المغاربه عندهم واحد البرونونسياسيون مختلفه، ولكن هي شويه كلير. ولكن الا بغيتي توصل شي حاجه غادي توصلها، ولا بغا هو يفهمك غادي يفهمك، بعض المرات كاع ما تيكون تيفهمك تيكون يدك تيقولوا ليه داك الكونتاكت بالعينين كافي انه يوصل الميساج. ترى دي فوي طبي لينيان بسم الله.
اللي دزنا منها هذاك العام نصيحه اللي بغى يدوز لدكار يدوز من هذه الطريقه هذه فاش تجي لسان لوي كاينه طريقه على اليمين وحده على اليسار دوز لي على اليمين ما تمشيش من هذا الناسيونال هذه انا بغيت ندوز من هذا الناسيونال هذه حيت ما غاديش لدكار ان شاء الله الدراري تي يسرحوا الغنم هنا نجلسوا نقصروا معاهم شي شويه عاد نتحركوا بسكوي اوكي بسكوي صافي كومو اولوف اولوف فوالا اولوف سي كوا سي بسكوي لا ميم شوز سي بسكوي هي شام هي شام هي شام هذا عبدو هذا عمر سي كوا سا سي كوا سا موس سي موس مونتخ موا جوفوا جوفوا مونتخ موا مونتخ موا الموس جو بو لو برون جو بو لو برون موندوني موا الموس نو دقنا فرونسي نو دقنا وولوف صافي واو واو باخنا باخنا دوني موا دوني موا هذا دوني موا لا مو جو فو فوا 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 هذا بحال شكل سيف سي بور كوبي هاد لو بوا سي سا Et s'il y a quelqu'un étranger, un voleur ou bien quelque chose comme ça. Et là, tu as droit une espèce de français, clair, le wolof, wolof la polar, wolof polar. Merci. Jarajif. Jarajif grand. احنا قاعدين نتسارحوا هنا شي شويه وواحد شويه نكمل ابري توبا خي توبا ياك توبا جو بار فير توبا توبا موا جو بار فير توبا وي لا غران موسكي لا غران موسكي دو احمدو احمدو ديان il parle c'est un radio waouh radio c'est un radio radio la radio en wolof bakhna هي خويا الكبير وسمرك هي خويا الصغير ديقنا ولوف توتي ونولوف ناك بولار ناكي فاش فاش ناك ناكي ناك ولوف ناكي بولار هادي البقرة الفاش ناك ناكي يعني تبدا نتعلمو بشوية بشوية الولوف ما نخرج من السنغال تنتعلم وولف جو جو ديدي ديدي تاتي تاتي ناي ناي جوي جوي ديريغو ديدي 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 ديناي ديناي شاب 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 سي 10 10 هادو الارقام بالبولار هانتعلمو معاهم ما نخرج من عندهم تنتعلم شلا كلام نوغاس شام نوغاس فان نوغاس فان نوغاس عشرين نرب عشرين عشرين بوبوب
بوبوب هاي البيسكوي صافي بوبوب تي بلار اون بلار بلار بومبوم بومبوم هاد الحشره سميتها هوار تتعض شاد اي كتدي هاك رايتك 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 تعضتك انت نجربو فيك رايتك الكاب كاب يعني تيعض تيعض دابا جلسنا مع هاد الدراري جلس معاهم شي ساعه وانا قاعد تنهضر انا وياهم غنتحركوا ان شاء الله نتحركوا ان شاء الله للمدينه اللي بعد سي المدينه اللي بعد ما عرفتش سميتها مشات لي السميه ديالها مدينه ولا فيلا صراحه طلع ما عرفتش بالضبط يا فهمت انا اللي ولا طق لوغا شو لوغا ان شاء الله لوغا 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 توبا ان شاء الله لوغا ابخي توبا ان شاء الله ما لي موتو هو صديقنا وقفت في هاد البليصه هادي يلا فت واحد المدينه سميتها لوغا تماك فين تفرق الطريق كاين واحد الطريق تديك لجهه داكار الا بغيتي تكمل مع لا غوت ناسيونال ديال داكار وكاينه طريق تديك لتوبا انا جديد طريق لتوبا ان شاء الله هاد العشيه نحاول اننا نوصل لتوبا غنتغداو عندنا هنا جينيال جي بي اس بيردو حنا جلسنا عندنا هنا تشابوجين ها هو واخا انا في الحقيقه ما كنتش بغيت تشابوجين كنت بغيت واحد اخر هو سميتو فيرميسيل ولكن ما لقيتوش قالت لي هذيك السيده راه باقي ما تيطيب حتى العشيه عاد تيطيبون وهنا عندنا الديسير الديسير عندنا فيه المونغ هاد البلايص هادو تقريبا كاع المناطق الاستوائيه الا جيتي اخويا اليوم غير شبع ديسير هاو جوج مونغات ناضين انا كل وحده وحده نخليها من بعد بالنسبه لهذا بيا بسم الله بعدا نبداو تذوقوا تشابوجين المعنى ديال ده هو الرز بالحوت انتم تديروا فيه الرز ها هو الرز تديروا فيه شويه الخضره وتيكون فيه طرف تاع الحوت شاتي تسمى تشابوجين والفرق بينه وبين المارو اللي تيديروا الموريتانيين هو هادو تيديروا فيه توابل بزاف والحار السنغاليين تيديروا فيه العطريه موريتانيين لا موريتانيين تيخليوه هكاك فريش حتى اللون ديالو مختلف السنغاليين تيعطيو بزاف القتله العطريه تقريبا بحال كتاع المغاربه حتى المغاربه ضروري من العطريه في في, في الطاجين في الطنجيه فاش ما زوين ولكن غادي يسرعوه كاين هذا وكاين قد هذاك فيرميسيل فيرميسيل ان شاء الله نحاولوا ناكلوه من بعد هو تيكون بحال شكل السفه السفه يعني السفه وتديروا فيها القوام وتديروا فيها هادشي هذا بالنسبه للبنادم الانسان الا مشى هكا لشي دوله اخرى احسن حاجه تقدر دير هو تاكل الاكلات الشعبيه لانه الا مشيتي بقيتي تاكل دوك الاكلات اللي كيتسموا يونيفرسال كاينين في العالم كامل راك ما عرفتيش الخصوصيه ديال هذيك البلاد زائد مساله اخرى مهمه بزاف هو الثمن فاش تاكل واحد الاكله شعبيه اللي تاكلها الشعب كامل في الغالب غادي يكون الثمن تاعها ناقص هذه مثلا الثمن ديالها اون بورتي الثمن ديالها 800
800 فرانك بحال اللي قلتي شي 13 درهم بحال هكاك، وراه مزيانه مخيره. تلطاش درهم وتغدى مزيان، وتزيد عليهم شي جوج مونغات، مونغات ب 400 صيفا، و 800 هي بحال قلتي 20 درهم، 20 درهم فيها بلا كامل مع الديسير، وبغات تعطيك مونغ اخرى. هذيك القعيط اللي هرب ليا نقيو هاد المونغا هادي، عرفتي وقت ما شفت واحد الفيديو ديالي تناكل فيه المونغ وتنتهى عام هذا، تنقول متى نوصل تما كناكل هاد المونغ. وعندهم هما صراحة الله المونغ طري وزوين ورخيص، جميع العوامل متوفرة فيه. فاش دخلت للمدينة هذيك المدينة لوكا وتنتضاشر تنقول واه شفت المحلات كلهم مسادين، ما تنقولش واقع واش يزدو وسط النهار. بقيت حتى كنت خارج من المدينة وتيبانو لي الناس خارجين من الجامع، وراه اليوم الجمعة وانا ما جايب الخبار واش الجمعة ولا الخميس ولا الاربعاء. هذاك الاحساس بالوقت شين عادم باش تكون مسافر. يا بسم الله ندوق هاد البركة هادي. واو شوف تجي لهنا السينيغال ولا وصي شي حد قول لي يجيب لك معاه المونغ، كاين واقيلا كاين في المغرب، كاين في هذوك لي كرون سيرفاس كاين فيهم. اي طاح لينا بسمنا طاحت لي فوق الصلايه شي بسمه كاين. ناضيه ناضيه تي واحد المذاق رائع 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 بزاف بسمنا. الله 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 مذاق رائع. المشكله هاد الشتاء نهار كنت راجع ما كانش عندي كيفاش ندير ترجعوا معايا كثير، وما هذا واه نجمعوا هاد الزبل ديالنا هذا باش ما نقولوش حتى حنا مساهمين في تلوث البيئه. ونجمعو حتى نوصل لشي بلاصة ونلوحو فيها ان شاء الله. عرفتي دابا اش غادي ندير، الموطور راه هو اللي تيتسارع حيت اليوم راه ضربت بيه طريق طويلة شي 170 ولا 180 كيلومتر، والله ما جبتيش الحساب كاع نهائيا. غادي نجيب واحد المانطا ونفرش واحد التفريشة ونعاس واحد الساعة ولا ساعتين، نديرو قيلولة تتولي هاد القيلولة غيبوبة. أمانة ننساهم. دابا بقات ليا شي 70 كيلومتر على توبة. هاد البلاكة هادي اللي كنت درت في موريتان نفعاتني بشكل كبير بزاف، خصوصا في الحدود. في الحدود راه ما اعتبروش هذا موتور مغربي اجنبي، اعتبروه موتور موريتاني اللي هنا فيه بلاكة موريتانية. كان نورمالمون خاصك تخلص عليه 4000 وقيه، خلص عليه شي 150 وقيه اللي خلصت عليه، بحال هكا 100 درهم وخلص لي شي 37 درهم اللي خلصت عليه. زايد حتى مع السنغاليين سولوني على الترقيم، قلت لهم راه هو هذاك نيت اللي كاين تما. حيت دابا غادي ندخل في بزاف ديال الامور الا ما عندكش بلاكا، وهنا اوبليغاتوار بلاكا ما غاديش يفهموا لك القضيه ديال بينورا، باقي انت اصلا ما خرجتش ليك ليه البلاكا. ولكن فعني بزاف موتور مغربي بلاكا موريتانية. هنا راه لصقت الترابو ديال السنغال، الترابو ديال المغرب. شكرا لواحد الدري نبهني ان هاد الرايه كانت مقلوبه، صراحه الله ما كنتش رديت ليها البال، راني عاوتاني قلبتها. وهذاك الدرابون ديال موريتانيا فين درته هنا، هادي ما عاد كي طرات تقطعات واقيلا مع الشتا ضربات فيها وهي تقطع. حتى هادي ما كان كاع عليا نديرها، انا كان عليا نديرها في شي بلاصه اخرى، لان دابا البلايص اللي غادي نمشي ليهم كاملهم فيهم الشتا. شوف هنا على طبيعه، يا سلام. دابا حنا غاديين باتجاه ديال الشرق ديال السنغال، واللي تيميز هاد الطبيعه هادي كيف تتشوفوا هو انه كاين شجر، وخصوصا السنغال كلها
انه الشجر كاين متباعد بواحد يعني كاين بيناتو امطار بعيده واحد 10 20 30 متر، وهذا تيضفي عليه واحد الجماليه رائعه. ودابا هاد الوقيته هادي هاد المنطقه كلها الى رديتو البال راه تيحرطوا، لانه وقت الحرط عندنا مختلف مع عندهم. دابا راه هذا الصيف وما تيحرطوا فيه، علاش تيحرطوا دابا؟ لان هذا ممكن نعتبره هو بحال الخريف، لان بغى يجي من بعد الشتاء الكبير باش يلقاو شي حاجه الارض تكون مقلبه باش انه يوجدوها للزراعه. واحد السيد جاي تيحرطوهم بواحد الطريقه شويه، يعني الزراعه المعيشيه هذه تسمى، في الغالب تيزرعوا هي داك الشيء اللي بغاو ياكلوا، وفي الغالب تيزرعوا الروز في الغالب. يستعملوا هنا بزاف العودان، هما اللي تيستعملوا، لكن ماشي شي عودان اللي كبار وصحاح، يستعملوا عودان وشي قلال اللي شتهم تيستعملوا الحمير. هنا الحمير عندهم حتى مضعف شي شويه، ما ماشي دوك الحمير اللي تيكونوا صحاح بحال عندنا مثلا في المغرب. دوك الناس اللي تيحرطوا بالبهايم في الغالب تيحرطوا بالبغال، البغال تيكونوا صحاح شي شويه. ها هي لا ماشين اللي تيخدم بها. ها هي شوف كيفاش دايره، ديري لي هاد جوج روايد هنا باش تعاون العود، وديرين من هنا، وهادو هما باش يحفرها، هما ثلاثه الحفارات، وهادي حتى هي وحده تتقلب وحده تتحفر. ها هو العود، ها هو صديقنا. فكي شفتو كون كان هنا مثلا كون استعملوا مثلا لي ماشين وداكشي كانوا ينوضوا، تكون هنا واحد الوفره في الانتاج، لان في السنغال الارض مزيانه والشتاء موجوده، خاص غير يعني يدخلوا شي شويه ديال المكنانه وتولي القضيه من برا هنا عندهم في الفلاحه. وشونج مانغا مانغا ايوا تيا تيو سي كوم سا تعال تعال ايوا يلا رجعت دابا ضربتي 9 كيلومتر تنقلب على الليغا، مشات لي هاد الليغا اليمنيه، رجعت للبلاصه فين جلست، وكما بقيتش عقلت فين جلست مع جلستي في الخلا، شفت قلب شحال من بلاصه وكما لقيتهاش. وفاش كنت راجع ويتبان لي هاد وبان لي هاد المنظر هذا اللي ما عرفت كيفاش طرا تاز قلتو ديال هاد الشجره هادي، هادي هي شجره الباوباو. هذا هو شجر الباوباو، هو فين تيعيشوا القرودة بشكل كبير، هو تعتبر من الأشجار الإفريقية، وفيه واحد الفاكهة ديالتو تيكون فيها واحد الحبوب. هذاك الشيء جات أصلا الكلمة على حسب ما قريت جات من حباب، يعني من حبوب اللي كاينة في الداخل ديالو. هاد الحبوب هادو اللي تيكونوا في الداخل ديالو تيقادو بهم عصير الباوباو، راه معروف تيستعملوا الأفارقة بشكل كبير. واش كيدير فيها واحد المنظر جميل ورائع، حنا نشدوها مع الموتور. شديت شي تصويرات طلعوا يا سلام، ومع المنظر ديال الشمس هابطه شويه داكشي رائع. ولكن دابا مشات لينا ليغا، ليغا تساعدني بشكل كبير، ومشي مشكله مشات لي تاعت لي منين تاعت باش تنكسيري، ان فاش تكسيري الا بقيتي تكسيري بزاف تيطيبوا لك هاد البلايص هادو. عندي وحدين اخرين ولكن ما تيعجبونيش بزاف، غنستعملهم في الايامات المقبله تنوصل لشي بلاصه اللي كبيره هكا ونعاود نشري شي ليغات الا لقيتهم. هادو راه ناضين صراحه ولكن مشاو، عندك ما عندنا ما نديرو. Спасибо.
واللي دبرت على هاد البليصه هادي فين الناس هاد البيت هذا فيه لاكليم لعيبات. المهم البلان كيفاش تلقيتوه؟ كنت غادي بقات لي تقريبا واحد 25 ولا 28 كيلومتر لتوبا. وقفت فواحد الفيلاج تقديت منه الخبز قلت زعما الا شدني الليل فشي بلاصه نبات فيها صافي. بقيت مجمع مع واحد السيد ويقول لي انت شوف غتمشي قبل ما تدخل لتوبا كاين واحد السبيطار عليه يديك اليمين. قال لي غير شي 2 كيلومتر ولا 3 صافي. بقى هذاك الشيء هو اللي بقى عندي في عقلي. وكين قال لي تما كاينه شني ولا بزاف غادي في الطريق. واحد شويه تبان لي هذه البنايه هذه البنايه اللي قاعد انا فيها دابا هي بحال اللي قلتي عندنا دار الضو البلاصه فين تي سونتر ناسيونال ديليكتريسيتي عندهم هنا المركز الوطني للكهرباء. مشيت عند هذاك السيد قلت ليه السلام عليكم واش ممكن انا نحط الخيمه في شي بلاصه هنا. قال لي بلاتي نشوف واحد السيد اخر الشاف ديالهم صافي هضر معاه هو يقول لي انت شوف ما محتاج كاع. قال لي لا دير لا خيمه لا والو. قال لي كاينه واحد الشومبر. قال لي واش تبغي تبات فيها؟ قلت له يلاه ودي وحنا مباركين اللي لقينا شومبر نعسو فيها صافي. كاينه فيها هاد الماطله هادي واللي تفرجت عليها هاد السي ديالي واللي مزيان فيها لاكليم. حيت باش تعرفوا واحد الحاجه هنا الجو واخا تكون الشتا واخا ما عرفتش يكون ديما ليميديتي مع الحراره راه ما تقدش انك تنعس الا ما كانتش لاكليم ولا فرفاره ولا شي حاجه من هاد القبيل. واحنا المهم تصبحوا على خير تهلاو فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله غدا.